موجز الأخبار من تلفزيون حضرموت. شارك نائب وزير المالية رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هاني وهاب في اختتام الاجتماع العام لمجموعة العمل المالية المنعقد بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الفرنسية باريس. وناقش الاجتماع الذي حضره أكثر من 200 مشارك يمثلون أعضاء في الشبكة العالمية ومنظمات مراقبة بما في ذلك صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي والإنتربول ومجموعة إجمونت لوحدات الاستخبارات المالية عددا من القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التي تتعلق بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة التي تغذي الجريمة والإرهاب وتقوض السلام والأمن والنمو الاقتصادي المستدام. اختتمت الورشة التدريبية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان حول إدارة العدالة ومهارات التمكين الذاتي والقيادة لقضيات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة 15 قاضية من مختلف محافظات الجمهورية. وهدفت الورشة التي استمرت 5 أيام إلى إكساب المشاركات من قاضيات اليمن والأردن ومصر معلومات محدثة حول عمل محكمة الجنايات الدولية واستخدام اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة والوساطة القضائية في المحاكم وتبادل الخبرات بخطوات وإجراءات تناول قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري والقضايا الجنائية في الأنظمة القضائية الهولندية واليمنية والمصرية والأردنية وعكس تلك المعارف والمهارات في خطة عمل القاضية. يتواصل في العاصمة المؤقتة عدن تنفيذ برنامج تعزيز أمن الطيران في اليمن من قبل شركة فلار الأمريكية والهادف إلى تأهيل منتسبي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ومطار عدن الدولي حول أساسيات أمن الطيران. واختتمت في قاعة مطار عدن الدورة التدريبية الخامسة بمشاركة 15 مشاركا من منتسبي هيئة الطيران ومطار عدن حيث سلم المدير العام لأمن الطيران في الهيئة معمر مسعود شهادات الدورة للمشاركين. استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون يوم أمس الجمعة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في مدينة غزة ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر يوم الجمعة إلى مسائه إلى 81 شهيدا من بينهم 42 شهيدا شمال القطاع وفقا للمصادر الطبية. وأفادت مصادر باستشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال مخيم الشاطئ للاجئين شمال غرب مدينة غزة. كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرات الاحتلال بمدينة غزة. استشهد 20 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات بعد قصف طائرات الاحتلال منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. ختام الموجز، في أمان الله.